هاتفيا ينضم الينا دكتور السيد صبري استشاري التغيرات المناخيه. برحب بك دكتور معنا طبعا الى هذه التغطيه، ونحن نتحدث عن هذا الملف، ملف التغيرات المناخيه والمتمثله في عدد من الظواهر الحيه، يمكن ابرزها طبعا ارتفاع درجات الحراره والتي تصل في بعض الاحيان الى حد الحرائق، وحتى سقوط الامطار وتصل ايضا الى الفيضانات والتي كنا نسمع عنها الحيه مره كل عقد او عقدين، الان اصبح يعني نسمع عن هذه الظاهره بشكل متكرر. من وجهة نظر حضرتك، أسباب تزايد هذه يعني التغيرات المناخية والظواهر بالشدة في هذه الآونة تحديدا؟ طبعاً في الحقيقة طبعاً التغيرات المناخية لها أثار كثيرة وأثار مدمرة على مستوى الاقتصاديات في العالم وعلى البشر، وطبعاً أهمها ارتفاع كبير في درجات الحرارة، سواء في درجات الحرارة القصوى وايضا ما يسمى بالظواهر المناخيه المتطرفه اللي هي زي العواصف والعواصف المجريه وفيضانات وحتى حرائق الغابات، كما تم الاشاره في التقرير ان هذه الظواهر المناخيه كانت بتحدث بس كانت على فترات صحيح طويله، ويعني معروف الجديد بسبب التغيرات المناخيه وسبب اختلال التوازن المناخي في الكره الارضيه، فاصبحت هذه الظواهر المناخيه المتطرفه بتاتي بتكرار يعني مرات عديده وعلى فترات متقاربه، وكمان بالشده بتاعتها بقت اكثر شده واكثر قسوه وضراوه، سواء فيما يخص ارتفاع او فيما حتى يخص الانخفاض في درجات حرارة في بعض المناطق. فدي كلها طبعا اسباب يعني نتائج لهذه الظواهر المناخية المتطرفة اللي هي بسبب ما يسمى ولسببها الرئيسي زيادة تركيزات مجموعة من الغازات في غلاف الكرة الأرضية بسبب الأنشطة الخاصة بالطاقة واستخدام الوقود الأحفوري واستخدام الأراضي وكثير من الأسباب اللي كان يأتي على رأسها استخدام الوقود الأحفوري في إمكان الطاقة وفي استخدامها. بالفعل يمكن الحقيقة دكتور أن كل هذه التغيرات المناخية تشكل تهديد كبير جدا على البشرية وعلى كل دول العالم، ليس فقط حتى على الدول الفقيرة والقارة الأفريقية لكن حتى على الدول الصناعية. لذلك كان عقد قمة كوب 27 التي انعقدت في مدينة السلام شرم الشيخ في العام قبل الماضي وحتى في العام الماضي وتحديدا في نوفمبر الماضي في دولة الإمارات كوب 28، ألا كان من المعتقد أو من متوقع أن تشكل هذه القمة حتى الأخيرة والتي انعقدت في دولة الإمارات ناقوس خطر لكل دول العالم وبالأخص حتى الولايات المتحدة والدول الأوروبية؟ هي طبعا القمة طبعا كوب 27 اللي اتعقدت شرم الشيخ السنة اللي فاتت وكوب في دولة الإمارات هذا العام، دي كلها خطوات يعني بنحاول تكون جاده في التصدي للتغيرات المناخيه من حيث تحقيق التحول في الاهداف من الافعال من الاقوال الى الافعال على الارض، او بمعنى اصح يعني كل المبادرات وكل الاتفاقات التي كانت من الدول الصناعيه الدول المتقدمه اللي هي المفروض لها مسؤوليه الرياده في التصدي لتغير المناخ بحيث التمويل ونقل التكنولوجيا للدول الناميه، هناك تقدم ولكن ليس كما هو مطلوب كما يطلبه العلم. نعم المطلوب العلم بيقول لازم التقدم يعني العمل السريع على الارض وعدم التباطؤ، لان ما يحدث من اثار سيئه في التغيرات المناخيه يعني المعدل بتاعه اسرع او اكثر بكثير من صحيح. الخطوات التي تتخذها البشريه وتتخذها الدول المتقدمه. طبعا اللي بيزيد الامر سوء برضك
المشاكل العالمية الموجودة حاليا اللي هي الأزمة. طب ده سؤالي لحضرتك تحديدا دكتور السيد، هل من وجهة نظر حضرتك يعني الآن العالم كله يطالب بمسألة الانتقال إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء طاقة الشمس، طاقة الرياح، حتى مسألة الهيدروجين الأخضر، المعوقات أمام الانتقال إلى الطاقة الجديدة ووقف مسألة الانبعاثات الكربونية، هل يعود الأمر إلى ما يمر بها العالم أجمع من يعني أزمات؟ تحدث هنا عن القضية الفلسطينية، الأزمة الروسية الأوكرانية، وكان حتى قبلها جائحة كورونا، أم يعود السبب أنه الانتقال إلى الطاقة الجديدة والمتجددة ويعني بالأخص مسألة الهيدروجين الأخضر هو أمر مكلف للغاية، ليس فقط للدول الفقيرة لكن حتى للولايات المتحدة والدول الصناعية الكبرى؟ حقيقة هو بيعود لهذه الأسباب كلها. أولا طبعا من ضمن الأسباب، لأنه قبل هذه الأزمات كانت كلفة الطاقات المتجددة يعني غالية، زائد يعني هي بتحتاج انتقال تدريجي عشان شبكات نقل الكهرباء وشبكات الطاقة تكون متوازنة مع يعني الزيادة في تطبيقات الطاقات المتجددة. لكن المشاكل الأزمات العالمية الحالية بدءا من ما قبل كورونا وأزمات سلاسل الإمداد، وكل ده له تأثير أيضا جعل الدول المتقدمة بالإضافة إلى يعني عدم جديتها من قبل في المساهمة ودعم الدول النامية في تصدي لتغير المناخ وآثاره، ده كمان أعطاها مبرر لأنها بقى عندها فعلا مشاكل اقتصادية، وبالتالي ده يعني اعطى لها مبررات انها يعني ما تفيش بكل ما عليها من التزامات تجاه الدول الناميه. والدول الناميه نفسها بقت اكثر تضررا لانها بقى دول معظمها فقيره ومديونه وما تقدرش تخش في يعني تبني تكنولوجيات جديده مكلفه. نعم. ولا تقوم الدول المتقدمه بدعم الدول الناميه في تطبيق هذه التكنولوجيات، يعني المفروض المساعده بتكون بمبدا التكنولوجيات وبناء قدرات وباسعار تفضيليه وليست باسعار تجاريه لا تستطيع الدول الناميه القيام بالوفاء بها، خاصه وهي ما زالت عليها ديون ويعني مكبله بالديون التي عليها. طب دكتور، في هذه النقطة تحديدا يمكن مسألة انه الدول الافريقية والدول الفقيرة هي الاكثر تأثرا من مسألة التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية، لكن هي الاقل سببا اذا امكن القول في احداث هذه المسألة، مسألة الظواهر المناخية والتغيرات المناخية. يعني لماذا لم تكن القمة الماضية وحتى القمة التي سبقتها في مدينة السلام كفيلة بيعني وقف مسألة الانبعاثات الكربونية وتقليل مسألة النشاط الإنساني والانبعاثات الكربونية على هذه الدول؟ مسألة وقف الانبعاثات الكربونية ده تقريبا تكون مسألة يعني صعبة أو شبه مستحيلة لسبب أنه التنمية أو حتى أن تكفل حقوق هذه الدول. هو اللي كان الهدف أنه التقليل التدريجي من هذه الانبعاثات باستخدام تكنولوجيات جديدة منخفضة الانبعاثات الكربونية، وكمان دعم. لكن القمة اللي فاتت والقمة دي بالرغم أنها كانت قمة التحول من الأقوال إلى الأفعال، واتخذت فيها مبادرات جيدة، ولكن هذه المبادرات لم تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي بالقدر الكافي على الأرض. ده طبعا الجزء الرئيسي في هذه الأسباب اللي فاتت اللي هي المشاكل العالمية والأزمات العالمية، بالإضافة إلى عدم خلوص نية الدول المتقدمة والدول الصناعية في الوفاء بالتزاماتها اتجاه الدول النامية. لأن يعني لما نتصور 20% من سكان العالم أو من جهات تتسبب في 80% من الانبعاثات، و 80% من سكان العالم اللي هي الدول النامية متسببة فقط في 20% من الانبعاثات، يعني وضع مقلوب. ومع ذلك لا تقوم الدول المتقدمة لأسباب كثيرة بالتزاماتها المادية أو بالتزامات التمويل. صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طبعا دكتورة سيدة صبري استشاري التغيرات المناخية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.